ان لم يكن 100% كتاب مفتوح. صحيح. يظل اللي مش مفتوح لسه او اللي مش باين، وده انا عايزك تقيم لي الفرق بينهم ومين عنده يحدث الفارق. نعم. الدكتين يا كريم، شوف ازاي بتشوف المقارنه بين دكه الاهلي وبين دكه الترجي، ومين الدكه الاتقل ومين الدكه اللي ممكن يلجا ليها اي مدير فني من الاثنين عشان يغير بيها سيناريو المباراه؟ شوف طبعا انا اشوف الترجي فعليا يعني ما حسيتش ان هو عنده في المباريات السابقه ان هو حسم بدكه البدلاء قوي، يعني اعتقد ان هو كان الاساس بتاعه اللاعبين الاساسيين وامانه خط الهجوم. انت فعلا مثلا مين بديل يانساس؟ مفيش. مين بديل رودريجيز؟ صعب تلاقي. مين بديل حسام طوقه؟ مفيش، ما تلاقيش لعيب فاهمني؟ هو عنده لعيبه بيقدر يحسم، بيخلي بالك بيقدر يصمد بيها للوصول للهدف. عمل كده قدام يعني اسك، هو صعب رهات الترجيح. ايوه صن داونز 0-0 بالظبط، وصعب رهات الترجيح. أيوه. وصن داونز شفنا بصراحه يعني انسك كان عندهم رقم ظريف قوي، ان مثلا ياسين مرياح كان عنده رقم حلو قوي. ياسين مرياح عنده 42 استخلاص. استخلاص ده هو بيطير الكوره من أيوه. من ورا تشتيت للكوره. انا في وجهه نظري 40 منهم حصل قدام صن داونز مثلا. طيب النادي الاهلي انا في وجهه نظري واحد من دكه بتلعب دور كبير قوي 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 مع مارسيل كولر في شقلبه مباريات عديده، وكان منها مثلا مباراه بلديه المحل الاخيره مثلا، ورقه زي ورقه رضا سليم. انا طبعا انا والله ولا عندي اي معلومات ولا عندي اي خلفيه على اي شيء، وجهه نظري الشخصيه. ممكن جدا رضا يبدا اساسي، انا احب ان رضا يقعد على الدكه، يبقى على الدكه. انا احب جدا رضا يقعد على الدكه جدا. ورقه مهمه، ومهم قوي انه ينزل بعد ما يتم استنزاف بين حميده وبين علي بدنيا. بين علي بيصمت شويه، نفسه بيكمل معاه، بين حميده لا. بين حميده مع انه بين حميده ممكن يبقى اخطر شويه كمفتاح لعب من بين بس انا بحس ان هو يعني كفتنس السامنة. فتنس واي فتنس وايز بتروح لبين علي اكتر شويه من بين حميده. في اي كان رضا سليم لما ينزل مثلا على حسب حسابات مارسيل كولر والاثنين فول باكس مثلا، اكيد مش 100% مش 100% فول كاباسيتي او مش 100% الباور بتاعهم. ايوه اكيد يعني استنفذوا بعض من مجهودهم البدني قبل هو ما ينزل. لما يلعب عليهم في مواقف واحد، لما يتحطوا في مواقف واحد على واحد تبقى الاغلبيه ليك انت. انا لا احب ابدا بحسين، احب ابدا بيرسي تاو استخدم. وخلي بالك بيرسي تاو بقى عنده ميزه حلوه قوي. بيرسي تاو من اكثر الاجنحه في النادي الاهلي اللي عنده شخصيه يعني غريبه بتظهر في المباريات الافريقيه القويه. حتى في ماتش مثلا 5-2 بتاع صن داونز كان نجم الاهلي في الماتش ده بيلعب يا خبر ابيض، ده ده الجون الثاني تقعد تتفرج عليه مش ممكن. يعني وان مان شو، وان مان شو، قال لك تعالوا وان مان شو ماشي. انا احب الشخصيه دي، احب ابدا بيها. ليه؟ بيوقفني في الملعب، بيقلق المنافس. حسين الشحات عنده ميزه انه سرعه انطلاقاته بتوازي سرعه ارتداده للدفاع. دي ممكن مثلا ميزه ايه عن طارق محمد طارق دفاعيا بس مش هجوميا. فانا اشوف الاثنين دول مثلا في النادي الاهلي اوراق كويسه كبدايه. بس اجابه على سؤال حضرتك، دكه الاهلي اتقل؟ طبعا دكه الاهلي طبعا طبعا اوراقها اكتر. طب خليني اقول، لو كل واحد قرر يعني انه يمكن انا وانا بتابع كريم العلامات التونسي في الفتره الاخيره لقيتهم مركزين قوي على انه مارسيل كولر او رهانهم يعني على انه مارسيل كولر هيلجا للطريقه او الاسلوب اللي بدا بيهم او اللي لعب بيهم في ماتشين، مازيمبي بره في الكونغو وسيمبا في الكونغو. نعم. لو انا واعتقد انه الترجي زي ما انت قلت كده ميغيل كاردوزو مش ممكن طبيعي انه يخاطر او يغير من طريقه لعبه اللي اعتمد عليها، خلينا نقول مثلا ماتشين صن داونز، لانه شايف انه الاهلي ممكن يبقى اكبر من صن داونز، فبالتالي ما اقدرش اخد مجازفه او اغير الطريقه دي. صحيح. لكن ماذا لو ماذا لو قرر كل مدير فني انه يفاجئ، يخاطر ايه ممكن تكون المخاطره عند ميغيل كاردوزو او المفاجاه اللي يقدمها لمارسيل كولر وكولر ما يكونش عامل حسابها؟ حلو السؤال ده. وايه المفاجاه اللي وكولر الحقيقه كمان بالذات اكتر شويه، لان كولر عودنا في اوقات كتير جدا في ماتشات كبيره بيعمل مفاجات. بص سؤال جميل. بالنسبه لكاردوزو اشوف طبعا ان المفاجاه بالنسبه لي على وجه التحديد اشوف ان لو لقيت مثلا ان في استمراريه في الضغط العالي مش في اول المباراه. اول مباراه اللعيبه متحمسه والداخله وسخنتنا اول خمس دقائق 10 ده مش مقياس. الفكر في الاستمراريه بعد الدقيقه 10
هل انا ما زلت بضغط على النادي الاهلي ضغط عالي وبمنعه من الكوره؟ ده بالنسبه لي انا هيبقى مفاجاه. المفاجاه الثانيه انه يطير الاثنين الفول باكس في الهجوم بتاعه. علي وبين حبيبي. اه انك اول ما تشوف الترجي معاه الكوره في البيلدنج اب بتاعه بتلاقي وبيطلع بتلاقي ان الجناح دخل لجوه وبيسيب مساحه للفول باك ياخد الخط. دي بالنسبه لي هتبقى مفاجاه جدا. طيب نروح لمارسيل كولر. ايه المفاجاه بتاعته؟ المفاجاه الاول بس قبل ما تروح لكولر، مفاجاه تخدمنا يعني، تحب انه ياخد المخاطره دي؟ اه طبعا جدا، تتمنى انه ياخد جداً المخاطره دي؟ جدا اتمنى طبعا انه ياخد القرار ده والقرار التاني قبل الاول ان هو يطير الازهره بتوعه. طيب بالنسبه لمارسيل كولر مفاجاه جدا جدا بالنسبه لي لو بدا بامام عاشور ومروان عطيه واختار الاسم الثالث بعيدا عن اكرم توفيق وقرر انه يلاعب مثلا قفشه كلاعب تالت، دي بالنسبه لي هتبقى مفاجاه. هيبقى هو النهارده نازل يلعب المباراه دي وهو عارف ان هو بيسموها ايه البلاك هورس، هو الحصان الاسود، انا اللي جاي اكسب. دي تبقى بالنسبه لي مفاجاه. ليه؟ المباراه زي دي اعتقد ان الامن ان امن باكرم سته واحط قدامه مروان وامام عاشور وميس هذا الثلاثي ان الورك ريت بتاعهم هيساعد امام عاشور يلعب قدامه براحته. انه متامن في الظهر. اي اسم غير الثلاثه دول ربما يعني 4-2-3-1 لا الاهلي لا يعني لو لعبت اكرم ومروان وتحرر شويه امام اللي قدامي يبقى راس مثلث مثلا يبقى على يمينه بيرسي تاو ومعاه الشحات. احنا بنسميها 4-3-3 هي 4-3-3 بشيب معين اللي هو الشيب بتاع 6 و8 ده الشيب بتاعها. فانا بشوف بتهيألي مع الترجي في ارضه يعني انا العب باكرم ومروان قدام متولي وعبد المنعم ودي اكتر حريه ومساحه لامام من التحرر من الواجبات الدفاعيه عشان يقدر يستغل السرعات وتحركات تو في كل الاحوال. البوزيشننج بتاع الثلاثه اللي في الوسط خلي بالك برضو يعني في الكره الحديثه هي حسب مجريات اللعبه. انت ممكن فجاه على فكره تلاقي الثلاثه مع بعض راحوا هوب في مساحه في هجمه تسمح لينا ان احنا نطلع يلا نطلع. لكن الشيب على الورق هو هيحط 4-3-3 هيحط اكرم قدام الاثنين المساكين عشان يفضل دايما مامن وهو بالظبط زي اهوله كده في الترجي ومروان عطيه وامام عاشور واخدين حته قدامه. ليه بقى انا بقول لك الحته دي؟ لان انا في وجهه نظري باني السيناريو ان الترجي هيسيب لك الكوره. انا باني السيناريو كده. فمروان وامام هيبقى عندهم مساحه ان هم يطلعوا. انا في وجهه نظري الترجي لو ضغط النادي الاهلي عالي طوال الشوط مش اول 10 دقائق او 10 دقائق ممكن يلاقي ضغط عالي لكن بعد كده هيرجعوا. لو فضل ضغط طول الوقت هو هيسيب هيخسر بدني كتير قوي 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 للحته اللي انت قلتها. لان برضو مارسيل كولر خلي بالك من مدير الفنيين اللي بيحط الدكه كورقه مكسب وتشوفها كتير. ازاي النهارده بينزل ده مش مكسب ده في ماتشات كتيره جدا اول السيناريو 180 درجه بيقلب على طول. هو بيقلب ان هو برده بيعمل حسابه على الحته. نهائي دوري الابطال السنه اللي فاتت في مركب محمد الخامس كان بسبب دكه الاهلي بالظبط. فهو دي لعبته. واكيد طبعا مجيل كارتوزو عارف دي زي ما احنا برده زي ما انت اتفضلت وقلت زي ما احنا بنقراهم هم بيحللوا الاداء بتاعنا وبيقرونا. فهو بقى هيشوف برده ان مارسيل كولر ربما يلعب معاه لعبه الشوط الثاني. انا مش هخلص الشوط الاول انا عايز اقرا الشوطين. يعني خلينا نتفق انه بحاله التحفظ بحاله الاحترام المتبادل